خلوا بالكم لازم تعملوا حساب الناس. وهحط لكم آيتين. الآية الأولى كان دايما يسوع يسأل سؤال: ماذا يقول الناس عني؟ ليه؟ أصل الناس ده المنظر الخارجي اللي بيشهد عليك من تصرفاتك. في إنسان الناس تشوفه تبعد، وفي ناس إنسان الناس تشوفه تحاول تتقرب منه وتصاحبه وتصدقه. فالآية الأولى: ماذا يقول الناس عني؟ طب والآية الثانية: كان ينمو في النعمة والقامة أمام الله والناس. والناس مهمة؟ أيوة مهم. إذا كنت ما تحبش أخوك اللي أنت شايفه يبقى كذاب لو قلت أنا بحب ربنا اللي أنت مش شايفه، مش صح كده؟ مش ده اللي قاله؟ إذا كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكاذب أنت أن قلت أنني أحب الله الذي لا أراه. لما اللي أنت شايفه ما بتحبوش هتروح تحب اللي أنت مش شايفه؟ عشان كده بيقول: أسمع بأموركم الخبيثة من جميع الشعب. عودت نفسي على حاجة، وكان أب اعترافي في الصعيد وأنا طالب في ثانوي كان يقول الجملة دي وتعلمتها ويا ريت تتعلموها. لما حد يوجه لك ملامة أو يقول لك كلمة جارحة تروح سأل نفسك سؤال: الكلام اللي قاله لي ده صح ولا غلط؟ لو كان صح ما اعتبرش ان فلان اللي قاله لي، اعتبر صوت الله على لسان فلان واقول له: يا رب انا هبتدي سمعت صوتك على لسان فلان اللي وجه لي الكلمه، مش اسيب كل حاجه واقول لك جرحني جرحني جرحك. ما تسيبك من الكلمه دي، اللي بيجرح ما فيش حد بيجرح حد، اللي بيجرحك نفسك. مهما انسان قال عليك حاجات وحشه ما لصقتش فيك، لكن الحاجات اللي بتخرج منك الوحشة هي اللي تتلصق فيك، دي اللي تلصق فيك. عشان كده بسأل السؤال ده: فلان قال لي كلام، الكلام ده صح؟ اعتبره صوت من الله. طب فلان قال لي كلام والكلام ده ايه عليا؟ غلط مش صح، اصلي له وسامحه وأقول له: يا رب ما أنا بجرحك كتير وبتسامحني، مش هسامح غير اللي جرحني؟ تبقى الصورة واضحة. لا يا بني أو يا بنية، لا يا أبنائي، لأنه ليس حسن الخبر الذي أسمع. برضو كلام ما فيش موقف. واحد غيره كان قال لهم: أنتوا تتوقفوا عن الخدمة لغاية ما تصلحوا طريقكم. سنة سنتين لما يتوقفوا ويقعدوا على جنب يعرفوا بغلطاتهم. لا، بياخدوا اللحمة قبل العطايا بتاعت ربنا وهم أفضل من ربنا، اللي ربنا بياخد البواقي. إيه ده إيه ده؟ ما يعرفوش إن ربنا حساس؟ حساسية ربنا وعواطفه أكتر مننا بكتير، ده احنا واخدين منه الإحساس.